واجتمعنا معاكم بيوم جديد وحلقة جديدة من برنامج وياكم صالح ودانا. حياك الله صالح. الله يحييك وصبحك الله بالخير وعلى كل مشاهدينا اللي تابعونا في اليوم 13 من أيام شهر رمضان المبارك. مشت الأيام بسرعة صالح. إيه باقي يومين ونوصل للنص رمضان. أنا ناطرة 20 بعدين 25 إن شاء الله. تتوقع 29 رمضان ولا 30؟ أنا أتوقع 30. أنت؟ أنا أتوقع 30 وأنا أحب أنه يكون 30 إن شاء الله يا رب. نعم حلقتنا اليوم إن شاء الله بتكون حلقة ممتعة. أول شيء إحنا راح نستمتع لأنكم أنتوا قاعد تشوفونا وقاعد تتابعونا وراح تتصلون علينا من خلال الأرقام الموجودة قدامكم على الشاشة. اليوم المفروض أن نبتدأ القرقيعان. صح. وأنا شفت وايد يعني إرشادات في أن المسؤولين قاعد يقولون لا تتيمعون ولا تقرقعون بما معنى علشان نحافظ على التباعد الاجتماعي. تحبي القرقيعان؟ أحب حلاوة القرقيعان بس ما أحب تحضيرات القرقيعان. نعم القرقيعان يعني هي عادة متعودين عليها في كل يعني الأماكن بالخليج بالوطن العربي، ولكن مسمى قرقيعان يختلف من بلد إلى بلد إلى آخر. يعني في كل دولة يمارسون هذا الطقس بطريقتهم المختلفة. تدرين أنا ولا مرة قرقعت بحياتي؟ أنا قرقعت وأنا صغيرة. شو كنت تخاف ولا؟ لا كانت الأهل ما يرضون. ما بقولك أمي ما ترضى. كانوا يخافون من يعني من الشارع وكذي، وعشان كذي الظاهر عندي عقدة من القرقيعان. يمكن لأن حسيت إن صالح من بداية القرقيعان أنا ما أبي قرقيعان، أنا ما أحب القرقيعان. فيمكن من شخص لشخص يختلف. في ناس تحضر حق القرقيعان من وقت وايد طويل. صحيح. يمكن من قبل رمضان هم يسوون ويضبطون على هالقرقيعان. صحيح. هذا شكرا على القرقيعان اللي أعطيتيني إياه مال ديم الله يحفظها. وهم قرقيعان شيخها بنت المذيعة أسرار. شكرا لكل قرقيعان وصل لي. وقاعد تفنتكون يعني. إيه لا الفناتك اطلع يعني صارت كل ما لها وتصير أحلى وأحلى. يعني لفت نظري قرقيعان بنات حليمة بولند. إيه هالسنة هو ماي فيفورت عموما. عجبني وايد. صح إيه لأنه براند. صح سويته براند. لا وطريقته حلوة والعربانة حلوة. يا حسيت شيء مرتب وحلو. صح. وهم جمال مسوية قرقيعان حق شنو؟ إيه لا شو ما أقول حق ناجتس والمجموعة الكاملة. كل واحد كيفه. أنا ما سويت قرقيعان حق اللي عندي. إيه ما راح أسوي لأنه ما راح أسوي لأنه ما يعنيني. أحلى شيء البروديوسر مساعة إلي يقول القرقيعان هو الهالوين. الهالوين تبعنا. كل واحد على حسب عاداته وتقاليده. صحيح. عموما احنا اليوم عادات وياكم، ترى لنا عادات وتقاليد لنا ترند بس اليوم ما راح نقولها لان ضيفتنا ماده جميله ودسمه راح تنضم لنا بعد دقائق. ولكن ترى انا ولا مره ولا لا بلا خليتك تجربينها. ادري انك ما تحبين هالحركه. انا قبل الهوى قاعده اكل من الدورة عندهم ألد ورق عنب وملفوف. ممكن تجربونه. اي بس انا عجبني شيء انه مسوينه على شكل فانوس. لا يطيح يعني على شكل فانوس الدورة. ثانك يو سو ماتش الدورة. بالعافيه اللذيذه. عليكم بألف عافية. صراحة وايد أحب حلوياتهم ومعجناتهم. يستاهلون كل خير. صحيح. زي أنا قاعد أكل. يلا خلوني أخذ هذا الفاصل نرجع لكم. اليوم يا جماعة بنقول لكم قصة. يحكى أن هناك طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية دخلت وتفوقت وتخرجت وسافرت ودرست في بلاد الأندلس إسبانيا. ردت حق ديرتها ولمعهدها بس هالمرة كدكتورة ومدرسة. أيام تمر وراء أيام وبيوم من الأيام بطلت حكايتنا قررت تدخل إلى عالم الفن. احجزت تذكرة داود وقابلت ثريا والجدة لولوة ونيوتن. بعد تعرفت على بياعة النخي وبياع الجرايد وتطمنت على حال مناير. طول الوقت عندها أمنيات بعيدة وفي عينيها أغنية ما يوقفها لا روتين ولا دموع الأفاعي. قعدت بديرة الفن تهزها وتوديها وتردها من نجاح إلى نجاح. عافرت بالحياة وما زالت تعافر عشان تحافظ على قوتها ونجاحها. ضيفتنا هي النجمة العصامية الصبورة القوية الجميلة الأستاذة الدكتورة غدير السبتي. مبارك عليك ما تبقى من الشهر. شو المقدمة؟ خلاص ما قدرت. استحت. خلاص. بارك عليكم باقي الشهر. بصراحة أنا وايد سعيدة إن أنا اليوم راح أكون معاكم
مو ضيفة، يمكن راح أكون معاكم في مكانكم. حبيبتي حياك الله غدير ونورتينا. الله يسلمك. بما أنك أنا أعرفك من زمان فما راح أقولش دكتورة غدير بحكم الميانة. أنا أحب اسم غدير، أنا حتى الطلبة ما أحب ينادوني بأي لقب. صحيح. دائما ينادوني غدير، أم الغدر، غديري. إيه الحين غديري. الحين صاروا ينادوني غديري على بنت اختي، مو كلها تسميني غديري بالسناب شات فصاروا الحين كلهم غديري، فانا وايد احب اسمي يعني ما احب الالقاب. غدير شلون رمضان وياك؟ سولفي لنا، سويتي بها 13 يوم، شلون تقضين يومك؟ شنو الطبخات اللي سويتيها؟ شوفي هالرمضان يمكن كان وايد ركود عندي. أي. هدوء. أسمى بنتي دائما عند رفيجتها، وعبد الوهاب يسهر طول اليوم اليوم، يخلص محاضراته ويحط راسه وينام الساعة 3، فدائما فطوري تشوفيني بروحي. أسوي الفطور بس ما قاعدة أبدع، ما قاعدة أسوي، لأنه ما أدري، أحس إن رمضان هالسنة ناقصة أشياء وايد. إي ما في الروح ما أدري شنو هي، بس في شيء، في روح مو موجودة. نعم، أنا أحس أنتي مريتي بسنة ما هي سهلة ولا هي صعبة، يعني سنة ما راح ننساها كلنا، وخصوصا غدير وراح نتكلم أكثر، بس هذه باقة ورد جميلة ولطيفة من فلوج وإدارة البرنامج غدير. بالعافية. سامحيني على المكسور يا العزيزة الغالية. أنا أتوقع أن الباقة أكبر مني. تسريبا شوي. بتيت وكيوت يا. شكرا صالح. يعني أستاذة ترى كانت أستاذتي في المعهد العالي للفنون المسرحية. لا صالح. وكل مرة أقول نفس السالفة. يعني أنا لولاها ما استلمت شهادتي الدراسية من المعهد العالي للفنون المسرحية. كان في يعني إشكالية بسيطة وكان في تأخير على الشهادة، فأستاذة غدير اتنجحين. لأنها إنسانة، لا هي ما درستني. أي. هي جابت الشهادة. ساعدتك. أنجح ما أنجح. تنجحين؟ ما أنجح. ما تنجحين؟ مو أي أحد. شوفي يمكن أنا عندي وايد تعرفين غيرة على التمثيل، غيرة على الفن. المادة. فما أقدر أنجح أي طالب، ما أقدر يعني طالب داخل واسطة، طالب داخل بس شهادة، ما أقدر أنجحه، داخلي يتعب يعني. صح. مع أنه حرام يكسر خاطري، بس دائما أقول له، ترى أول ما أدرسه أقول له لا تضيع وقت، حرام هذا المكان مولك. يعني أنا دائما أحس أنه معهدنا حق الناس اللي عندها حب للفن، حب للفن، هواية بالتمثيل، احنا نسقلها، لكن انت تي ابيض ما عندك ولا شيء ولا تقدر حتى تمثل، حرام حرام تضيع وقتك، وين راح تروح بعدين؟ صحيح. وترى يحبونها وايد الطلبه على وايد. فكره يعني هناك اجماع على حب، مع انها يعني مو سهله معاهم ولا هي صعبه، ماسكه العصايه بالنص. شلون ما ادري، بعض المرات اكون ام، اي بعض المرات اكون اخت، بس بعض المرات لازم اسير استاذه ومعلمة وحازمة. بس عندي سؤال، تحسين لما يجي الطالب تعرفين الموهبة من أول ما تشوفينه؟ يعني راح تنشنين على الموهبة من أول شيء تشوفينه؟ من أول جملة. تصدقين؟ من أول جملة. الله يداني، من أول جملة يقولها أدري هذا مو ممثل، أدري هذا ما ينفع. عندي طالبة إنزين كورس اللي طاف، حلو، قلت لها أنت ممثلة صريح لعبارة. أول لقاء بيني وبينها لها انت ممثله، راح اتعب معاك ضميريا يأنبني اذا انا ما تعبت معاك، لكن انت ممثله ولا راح تنجحين بالماده. شهر كامل اتعب معاها، اتعب 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 اتعب، بس بالنهايه ما راح تنجح لانها مو ممثله. مو ممثله. ما تخافين انه ممكن تحبطينها او تكسرين فيها شيء؟ او شلون تقدرين تتخلصين من المأزق؟ ما اقدر اجامل. إيه؟ انا مو بمكان مجامله، هي مو حاطه ميك اب عشان انا جاملها اقول لها الله ميك اب تشهب لينا، الله درعتش نفنوفك حلو، ما اقدر اجامل. صحيح. هذا مستقبل، اذا انا اجامل على مستقبلها اضيعها، هذا ضياع حق الطالب يصير. صحيح. فانا عندي انه ما عندي، مش 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 خد مشيهم. صحيح. حرام حرام، لا انا ما ارضى عيالي يمشونهم، بنتي وولدي زينين يمشون، مو زينين
لا يمشون خليه يقعدون إن شاء الله بالمادة 10 سنين. صحيح. لأول ما كنا نشوف أستاذة غدير، أنا لما دخلت المعهد بسنة 2006 أو 7 كانت أستاذة غدير ما تدرس في المعهد، كنت قاعد تكملين دراستك صح؟ إي صح. فبعدين لما دخلت المعهد كنت أنا بسنة رابعة، كل الطلبة والطالبات يقولون من هذه الأستاذة الجميلة اللي دخلت للمعهد، لأن كشخة كشيخة وكان شعرها قصير بوي صح؟ شوفي الطالب شوي يتذكر، فكانت ما شاء الله وقوية فملفتها والبخور هيبة في شيء ريحة الطيب ترى شميتها فيك يعني يا روحي دشيتي علينا وقبلتي علينا شميتها فيك بسم الله عليك. تدرين وين انعرف بالمعهد؟ وين؟ من صوت الكعب. صوت الكعب صراحة فاجأني طول الكعب اللي لابسته، بس سويت روحي اني ما اشوف. هل لابسه كعب عالي وايد؟ طب وايد انا عبالي فلات. لا انا البس فلات اصلا ما اعرف امشي فيه يعني هذا اناقز. في ناس وايد ترى يعني لان احنا حريم فهذه سوالف حريم، في ناس وايد يقدرون يمشون بالكعب العالي مده طويله. وايد ناس انا شفتهم يروحون المطار، يذكرها بالخير واحده من زميلاتي الفاشينيستات هم تلبس كعب لما تروح المطار. فيلفت نظري انا مستحيل اتحمل الكعب يعني إيه، بس مجرد ما اني احضر البرنامج اخلص البرنامج خلاص لازم فلات على طول. نعم. غدير يعني احنا بنتناقش اليوم بالكثير من الامور، دائما في فوبيا العمر تصيب النساء صح؟ اي مرة دائما تخاف من العمر، شلون غدير محافظة على نفسها على روحك الشبابية بالعصر اللي احنا موجودين فيه؟ شلون؟ شوف اول شيء ما ارافق ولا احد كبير في العمر. اوكي. زين ترى انا يعني أصدقائي وأهلي كلهم ترى العشرينات صغار، بس حدي 33. أوكي حدش هذا بدينا. أوكي أكبر مسلخ يعني حدها أنا عمري 33. شوف دائما يقول لك اللي صغير بالعمر يعني يصغرك ويعطيك الحياة، بس أنا أشوف إن هذه مو قاعدة، أمانة مو قاعدة. الإنسان إذا هو روحه مرحة يكون صغير في العمر. انا وايد احب الضحك، وايد احب الحياه. وانت وايد شكلك اصغر من عمرك. اي الحمد لله. اول كنت ازعل اني قصيره والله. كنت اقول انا ليش قصيره لو كنت اطول لو، بس بعدين لما كنت اشوف رفيجاتي اللي كانوا معاي بالمدرسه طوال بس اعمارهم كبرت بسرعة. أقول لا الحمد لله إني قصيرة يعني شوية قص على عمري. كم طولك غدير؟ أنا أتوقع 1.50 لا أقصر 147. 147 وكم عمرك؟ عمري 46. ما شاء الله ما شاء الله العمر كله العمر كله. وأنا وايد أحب الناس اللي تقول أعمارهم خصوصا الحريم صراحة، يعني أحس فيهم إن هم يتقبلون ذاتهم وايد ومرتاحين من نفسهم وايد. لا إذا أنت عندك الثقة بنفسك عادي تقولين عمرك 100%. شوفي هو مو كلام والله، يمكن أنا بالنسبة لي صج مو كلام إن العمر رقم. أنا بالنسبة لي العمر رقم. ترى أنا أروح دايفنج، أنط من بنجي جمب ان شاء الله اللي الحبل وانط من فوق، نطيت من طياره سكاي دايف، تسلقت جبال، كل شيء في كذي ينون احبه. عشان كذي احس ان دائما انا عمري صغير ليه الحين ما كبرت. بعض المرات اشوف التعليقات على صوري اي تضحكني. عيوزه استحي على وجهك قاعد تسوين اشياء صغيره. فدايما انا صراحه بعض المره تضايقين. لا ارد اقول لها ما عليه صير بعمري. قريت لك مره هالجواب. قريت لك مره هالجواب وخلش نفسي يكون شكلك كذي وخلك بروحي وبشهادتي وبثقافتي وصيري عيوز شنو فيها. صح 100% 100%. عندي سؤال، بما ان احنا بنات فبسألت سؤال، مريتي بفتره ضيق او اكتئاب في حياتك وشون قدرتي تتجاوزينها ومتى كانت هالفتره؟ وفاه عبد الله اخوي الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. شوفي يمكن انا قبل كم يوم كان عندي لقاء ب مارينا صح وتكلمت بهالموضوع ان صج وفاه عبد الله اخوي اثر فيني وايد وايد اثر فيني لسبب ان انا يعني عبد الله اخوي 5 سنين ما كلمني
ما كلمني علشان كنت بالوسط. أوكي. ما كان رافض. كان رافض، كان خايف، يقول لي أنا ما أخاف يعني منك، أنا عرفك عدل، لأن أنا وياك إنه ربع 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 وايد. يعني أنت تتخيلين إنه ربع عبد الله أخوي ربعي، كثر ما إحنا وايد مع بعض، كنا نلعب مع بعض 24 ساعة مع بعض. حتى لما تزوجت كان عندي بالبيت، ينام عندي بالبيت، فعلاقتنا وايد كانت أكثر من أخو وأخت. زعل مني، زعل مني ليش دخلت، وكان هذا قراري أنا، يعني ما عليه، أنت أخوي وأحبك وأموت عليك، بس ما يصير توقف في طريقك، في طريقي ما يصير توقف بطريق مستقبلي، شيء أنا رسمته حق نفسي. وأنت تعرفني الإنسانة، أول بنت يدانة لو تحطينها بين 10 ريايل راح تكون قدع وريال، صح، ولو تحطينها بغرفة إذا ما تبي تكون زينة ما تكون زينة. ما له شغل الوسط، ما له شغل المحيط اللي أنت فيه، أنت شنو؟ صحيح. تربيتك شنو؟ فهذا كان مزعلة، إن ما أبي التمثيل، ما تبي، خلاص زعل مني، طقني. وايد انطقيت منه، بس لما انطقني عانت زيادة. يعني تعرفتي أوكي. للعنف من عبد الله الله يرحمه، إيه حبيبي، بعسى إيده ما تمس النار يا رب العالمين. يا رب العالمين. سامحته طبعاً. لأنك تعرفتي لي الضرب. صالح شلون تقول هالجملة أصلاً؟ لأنك تعرفتي لي الضرب والعنف. والله العظيم لو كان دايسني دوس. هذا أخو، يظل أخو. الحمد لله إنه قبل لا يتوفى الله يرحمه كلمني، وما كان زعلان كثر ما انه كان ماخذ وايد بخاطره علي. بس للاسف يعني لما رحت، الله يرحمه اكبر منك بالعمر؟ لا، اصغر مني 3 سنين. لما وصلت لندن ما مداني اني الله يرحمه، يعني اسمع منه كلمه ان انا نعم مسامحك، بس الله يرحمه تجاوزت. الحمد لله انا وايد قويه، الحمد لله اتجاوز المشاكل. عندي المشكله حدها يومين ثلاثه وتروح وخلاص. عبد الله اوكي، قعدت يمكن 3-4 شهور انا تعبانه نفسيا، بس ما كنت ابين هالشيء. تجاوزتها والحمد لله، وخلاص هذه الدنيا دانا. صحيح. غدير، شنو ودي اسال سؤال قبل الفاصل. إيه؟ شنو تعني لك مثينة الرئيسي بحياه غدير السبتي؟ اخت دنيا، الاخت اللي ما يابتها امي. ترى بثينة يعني وايد لها فضل على غدير، على 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 غدير الإنسانة ولا الفنانة؟ لا، الفنانة. الفنانة يمكن تشوفي كإنسانة أنا أقوى من بيبة. أوكي. بيبة وايد حساسة جدا، برج الجوزاء هي، صح؟ إيه، حساسة جدا. بس بثينة الإنسانة اللي ما هدتني بولا لحظة بحياتي، الحمد لله. بفرحي موجودة، بحزني موجودة، صحيح. بحياتي موجودة، بعائلتي موجودة. بثينة أخت صدق، يعني إحنا 3 خوات، إيه هي الرابعة. الله يخليكم حق بعض، يعني مو نفس صديقاتك الباجين. شو تقصد صالح؟ مين؟ ما عندي صديقات. قاعدة أنا ما عندي صديقات، ما عندي صديقات. ما عندي. سألت عن بثينة. إيه ما عندي صديقات قليلين. قاعد أفرج. لازم. لا هو صالح يموت على المشاكل. شفتي شلون هداوة أسئلتي مقارنة بأسئلة صالح الاستفزازية؟ نعم. لا ما نبي اليوم استفزاز، نبي نلعب، نبي نستفز بعض باللعب. بعد شوي راح نلعب. أوكي. وفي اشياء وايد راح نشوف مع غدير، وغدير شخصيه مغامره وسعيدين بوجودها معنا. بس خلينا نروح نريح مع فاصل قصير ونرجع معه وياكم. ما زلنا معاكم من خلال وياكم مع ضيفتنا الممتعه غدير السبتي، وحين معنا فقرة اسمها سؤال وعقاب. الله يعيننا. يا تجاوبين على السؤال بصراحة، إذا ما تبين تجاوبين على السؤال راح تتعرضين لعقاب يبي له جرأة. والله والأسئلة وايد لازم هم يبي لها جرأة. بنشوف الحين. نشوف كل واحد يرد السؤال. سحب، إحنا حطينا هني كروت الأسئلة وهني كروت العقابات. فنبتدي بالسؤال. شنو السؤال؟ اقري لنا اياه. عادي اخذ من تحت. من الاخير. غير بعد ما يخالف. يلا اوكي. ايه. قولي لنا السؤال. شنو السؤال؟ منو اكثر ممثل او ممثله
ضايقت نفسيا اي يعني بموقف يمكن موقف. كنت متضايقه نفسيا وانت قاعده تشتغلين معاه او معاها ضايقك او ضايقتك؟ لا ما في. اقري العقاب عيل. شوف العقاب. افضل انك تقرين العقاب. شوف العقاب شنو العقاب؟ ماكو جواب على السؤال. اوكي. واي شنو؟ شنو؟ تاكلين ثوم. كاهو الثوم. هذا هو ثوم مفيد حق كورونا. لا صالح لو منها والله جاوب اقول فص اي اسم. فص واحد. افضل تقولين بثينه الرئيسي عشان لا تاكلين نفس الثوم بما انك مو ويبي بثينه الرئيسي صح وايد مضايقتني الله يهداها نفسيا جاوبت نفسيا لانها سافرت عمان وهدتني بروحي اي حلو جوك حاضرين 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 اليوم انا مسويه ديايه بالفرن والديايه بالفرن والله العظيم معاها ثوم وما سويت علشانكم قلت لا ما بياكل ثوم بعدين اروح لقاء اوكي فالحين اكله باللقاء شفتي قدامك الثوم فانا اعطيتك هذا ترى بس السؤال الوحيد قالوا لي كنترول لا تجاوبينها على ولا سؤال فهي لازم تجاوب اوكي عشان احنا اذا بنتم كذي ما راح نلعب اللعبه خلاص خلاص اوكي اوكي بس ثوم حرام عليك صالح وايد العقاب قوي وايد من كذي بعد انت الثوم مفيد يلا لا لا جاوبت جاوبت ارتاح ترى انا تعبت من البثينه الرئيسي لانها هداها وسافرت الله يهداها السؤال الثاني يلا خلي الكرت مع العقاب اخذي السؤال شنو كم كان اول اجر واخر اجر لك اي اول اجر اي كان بثريا اي حلو وببلاش اشتغلتي ببلاش اي قلت علشان ام طلال اي لازم لان انا لما دخلت استاذه التمثيل اي فانا لما ابي اطلب اجر ما راح يعطوني حقي ولا راح يعني يحترمون مكانتي لان جديده ايه الفن انا اكون بالنسبه لهم جديده صحيح عشان شي قلت لا ما راح اقلل من قدري ايه وما راح اطلب وهذا الدور انا اللي شاريته لان اكون او لا اكون برافو معنا ايه امس المنتج باسم عبد الامير صرح في احد البرامج شنو قال؟ قال ان انت اجرك 3000 دينار 3000 كان ايه نوّي حاسس بغيت تقولين شيء مستحيل إيه؟ انا اول اجر اخذته مع باسم 6000 دينار وقال الحين غدير تاخذ 10 الحين اجرك 10000 ها مو كلامي كلام المنتج باسم كلام باسم يمكن تناسى يا صالح شوي خلنا نكون يعني انت ما ادري ايش حسيت سؤالك شويه في تاتش استفزازي صح لا كان فريش بعد هو امس صرح طبعا تحياتنا حق باسم عبد الامير صرح وقال اجر والله اجر كل الفنانات عد والله مو من حق باسم انه يصرح باجر الفنانات لان هذا شيء شيء خصوصي يعني صالح يعني انت زعلتي لا ما زعل لانه تدري ايش كثر انا وباسم اصدقاء نعم لا احنا اصدقاء اصدقاء ربع على فكره بقول لك شغله انا وباسم نختلف وايد بالشغل بس احنا بالحياه الصجيه أصدقاء جدا فوق ما تتصور ترى أنا كل يومين ببيتهم أوكي. إن شاء الله زين يلا خلينا نشوف العقاب شنو كان الحمد لله خلينا نشوف العقاب شنو كان تشربين عصير طماط تشربين أوكي راح الحين السؤال اللي وراه يلا أوكي اللي هو وهي اسئلتكم وايد هذا سؤال عقاب بعد غدير عشان شنو احنا بنسالنا بالمقابله اول مقابله اسئلتنا خفيفه يعني كانت وايد صعب السؤال يلا شو السؤال؟ من الممثله اللي ماخذ اكثر من حقها مي عمر اللي بمصر حرام عليك المفروض كنا نقول ممثله خليجيه احبها قولي والله والله اموت عليها بمسلسل لؤلؤ خلي لؤلؤ شو فيها مسلسل نسل الاغراب نسل الاغراب حرام عليها الدور وايد كبير عليها والدور كلش مو حقها انا احييها على صراحتك لا لان وعلى رايك وجرأتك لما تحطها بين احمد السقا وبين امير كراره صحيح قاعد تقتل الشخصيه قاعد تقتلها الشخصيه اكبر منها انا اشوف الصراحه هذه الشخصيه كانت حق روجينا اوكي اوكي الله الله ولا منى شلبي شنو صحيح. كانت راح تسوي تحسين الواسطه لها دخل طبعا مريلها المخرج وهني الواسطة مصيبة إحنا مشكلة شغلنا ما يبيل له واسطة يبيل له إنسان كفؤ ينحط في مكان الصح صحيح. أنا ما أقدر أيه لأنها زوجتي فأنا لازم أفرضها صح. بالعمل صح. حتى لو كانت زوجتي ليش
ترى مي عمر بمصر ما بقول لك بس مي عمر اتابعها وتتابعني يا صالح. بقول لك شغله الاقربون اولى بالمعروف صحيح. وانا ما عندي مانع بالعكس بس لما يكون يستحق صحيح. والله لو انا ولدي وانا اكون مخرجه ولدي يستحق المكانه والله لا احطه وما لي شغل بالناس لانه يستحق لانه جدير في المكان. كذي الاساتذه والدكاتره لكن هي مو جديره في هذا الدور. بما انك استاذه خليني اسالك هالسؤال، انت شفتي دورها في مسلسل لؤلؤ ولا لا؟ تابعتي المسلسل او العمل؟ حبيتي؟ شو اكثر من شو ملابس؟ انا عجبني حلو. لو سويت شيرين عبد الوهاب شوف مثلا شوف هي صالح كان حلو انزين كان حلو الدور لانه على قد هالدور. هو كان صوتها هي صوتها حلو؟ لا في لا مغنية لا كانت لا تغني بعد المفروض تكون مغنية مو مشكلة بس الدور كان زين على قدها لأنه كذي يعني مسلسل خفيف لطيف شو ملابس وشو أوكي. يعني ماركات والدنيا إيه لكن هذا الدور الحين مو لها. أنا لما أشوفه تعرفين قاعد شي يصير فيني هذه. طبعا بما انك دكتوره واستاذه بهالمجال يعني لما تعطين تعليق تعطين تعليق اكاديمي بحت يعني احنا ما نتكلم لمجرد انتقاد. والله هي مو غيره ممثل وممثله لا بس يمكن انا الحين وايد اغار من مسلسلات مصر. يا ربي احنا ليش ما نوصل انا يعجبني البرودكشن باسم عبد الامير ليش ما قال انه ليش هو ما يقدم هالاعمال؟ ليش قال عن اجورنا؟ صحيح ليش ما قال لازم نقدم اعمال نفس مصر؟ نستضيف الانتاج القوي. ليش ما قاعد نقدم اعمال كذي؟ شنو اللي ينقصنا؟ المنتجين يستخسرون والله يقول بايع اللهم يعني مع احترامي حق كل المنتجين ترى كلهم ربعي بس الحين بالساحه الاقوى عبد الله ابو شهري بالانتاج. اي صحيح يعني حكم عمل الناموس أيوة اللي سواه انا اقول ولا غيري هو حاليا المنتج الاقوى بالساحه كلهم يهبلون وكلهم على عيني وعلى راسي وكلهم ربعي ترى لكن يبين العمل اللي متعوب عليه صحيح يبين صحيح ف نعم تحياتنا حق كل المنتجين طبعا كلهم ربعي وقدراتهم ممكن انا قاعد اقول لك كلهم ربعي. انزين السؤال اللي وراه لا العقاب اول تقرا العقاب اي معني كنت بخليه علشان قصين جزء صغير مشاعرك ما عليك اكستنشن كان عطيتني حق حبيت هذا الاجوبه اللي تناسبني انها تتحاشى من الموضوع. السؤال الاخير بما انك اكاديميه ومدرسه تمثيل منو افضل ممثله بالكويت؟ يلا هنادي الكندري. اعطيك الاجابه الواضحه احبها هنادي انا بعد وايد هنادي عينها تمثل اي والله صحيح واحساسها تحياتنا حق هنادي الكندري مع انها مو دارسه في المعهد. لا نعم يعني موهبه اول مره ادري انها مو دارسه. لا مو دارسه في المعهد هنادي مو دارسه في المعهد ما شاء الله عليها الله يوفقها. هنادي انسانه موهوبه فطره. اذا عندي سؤال تحسين خذت دورها اليوم بالدراما الكويتيه حقها قصدي خذت حق حبيت التعديل صالح اشكرك خذت حقها بالدراما الكويتيه اليوم خذت دور مناسب يليق بهنادي الكندري تحسين ولا بعد؟ اي هنادي اي ما شاء الله قاعد تاخذ ادوار حلوه وادوار مناسبه وهنادي قاعد تنوع وانا احب هالشيء بهنادي التنويع. صحيح هنادي عندها التنويع بكل عمل تشوفينها كاركتر غير وتمثيل غير واحساس غير. صحيح هنادي انا احبها. من الضيفات اللي جاوبت تقريبا على كل الاسئله عشان كذي ما تعرضتي حق ولا حق ولا عقاب. شنو اخر عقاب؟ تمثيل دور مذيعه مجنونه. في تقن عندنا بالاعلام مذيعه مينونه؟ لا مذيعاتنا وايد زينين. لا في يمكن في ما انت مذيع عد شفتي شلون صالح ممكن يكون مينون في افكاره. لا شفتي شلون صالح ما يخلي تقولين جملتك تخلصينها بس لازم يعطيك البارت مال البرامج السابقه لازم يعيدها. شوف يمكن اذا انا بمثل مذيعه لا مثل مذيع صلوح مينون. يلا اعطينا دور صالح مينون نبي دور صالح. لا ما تقدر تقلد شاب بدنا هي ما يصير تتعاقب لانها جاوبت على كل الاسئله. شفت شلون نجمتنا غدير السبتي الصريحه الحقانيه مكمله معانا. الحين راح نسمع اصوات المتصلين وراح نرجع نلعب وهم نسال غدير السبتي من بعد هذا البريك نطرونا في وياكم. تحب
الطبخ. بما أن ضيفتنا تحب الطبخ والحين مع لعبة ما أسمع. اللعبة كالتالي، شفتي الحلقات اللي طافت وشفتي صراخ بعض الضيفات والضيوف بالحلقة، بس اليوم أنتي تحبين الطبخ فبنقول لك أسامي طبخات تعطينا إياهم. أوكي. أسهل من شري ما في. تم. أي مدلعينش اليوم. أنا ما راح أتدخل أبدا. من دانا لغدير علشان لا تقول خسر وربح، لن أتدخل. يلا أوكي. أبدا. أوكي أوكي يلا. يلا حطي السماعة على أذنيك، هل أنت جاهزة؟ سوف تنصدمين من الأغنية التي سوف أشغلها. ليش حسيت أنك حطت لها أغنية هندية؟ لا طبعا. أوكي. كان صدمة. ابتدي. يلا let's go. أوكي. أول واحدة ملوخية. ملوخية. صح. بلاليط. بلاليط. صح. مشاوي. مشاوي. صالح علقت. مشاوي. مشاوي. صح. كبسة. كبسة. صح. مندي. بطيخ. لا. مندي. مندي. صالح. صالح. مندي. 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 شفت شو موهبة. منسف. أدري. مصدومة. بس هي تعرف سوالفي. أوكي. منسف. منسف. صح. إيه. مطبق زبيدي. مطبق زبيدي. صح. نفهم على بعض معهد. شو سوي صالح؟ توني مبتدئ الله يهداك بالتقديم. تشريبة. تشريبة. إنزين شوفي أنا. تشريبة. تشريبة. شفتي؟ هذا ما له علاقة بالتقديم بالتمثيل. بس خلاص برافو. برافو برافو جاوبتيهم كلهم. إيه والله بس رايك بالأغنية؟ شو كانت الأغنية يا صالح؟ هيفاء وهبي. هيفاء وهبي وشكة الشكة والشكة كذي. تعرفين؟ ما ودك تقعدين مع نبي غدير اليوم تشاركنا مع اتصالات المشاهدين. عندنا وايد جوائز وعندنا وايد هدايا وهم عندنا أسئلة. قبل لا نبتدي مع الاتصالات، شنو أصعب قرار اتخذتيه في حياتك؟ قرار التمثيل. وأصعب قرار ثاني؟ الزواج. الزواج الثاني. الزواج ولا الانفصال؟ لا الزواج الثاني كان أصعب من الانفصال. ليش؟ لأن عبد الوهاب ولدي في يوم الأيام قال لي لو تزوجتي انسي إن عندك ولد. فكان من أصعب الأوقات اللي بروح أقول له وهاب خاطبيني. فكان وايد عندي صعب صد كان يعني من أصعب القرارات بعد قرار التمثيل. ترى أنا وايد قرارات بحياتي صعبة. قرار الدراسة، قرار الزواج، قرار الطلاق، قرار التمثيل. وايد أحس إنه يعني حياتي كلها كذي أكشن. بس أنا أحس مو منك. يعني أنا يعني سوري يعني بكون معاك صريح، هذه حياتك أنت حرة في اتخاذ قراراتك. لا طول ما أنها ما تأذي الطرف الآخر. صح. لكن هني شوف لما أنا أبي أمثل ما راح تأذي الطرف الآخر، لكن لما أنا أبي أتزوج أمبلة راح تأذي لسبب أب وأبنائك، لأن هم عايشين معاي بنفس البيت. إذا ما يكونون مرتاحين ببيتهم وين يكونون مرتاحين؟ إنزين ممكن تتزوجها مرة ثالثة؟ ليش لا؟ ليش لا؟ مع أن عبد الوهاب رافضه بشدة وحلف. عبد الوهاب خليك رافض، خليك بالفن وبس خلاص. هالمرة حلف وكفر، قال لي لو تموتين. على فكرة في قانون بالكويت وهذا اللي أنا صدمني، اللي هو إن تتخيلون إن ولدك هو يكون ولي أمرك بالزواج، هو اللي يقول حق ريلك زوجتك. واو أنا أول مرة أدري عنه باي. وكان تعرفين أنا قاعدة شيء أطالع ولدي وما شاء الله أحس إنه صار ريال. الله يحفظه. اللي قاعد يقول زوجتك يعني أمي. فكانت تستاهلين كل خير وكل شعور حلو يا رب، وإن شاء الله دائما تكونين سعيدة. بس الحين قاعد يقولوا لي وايد في اتصالات بالكنترول، فراح ناخذ هالاتصال ونبيك تشاركي مع اتصالاتنا. مرحبا فجر. مساء الخير. مساء الورد. شلونك حبيبتي؟ تمام
الله يسلمك، كل عام وانتم بخير، يعطيكم العافيه. وانت بصحه وسلامه، بما ان اليوم معنا الدكتوره الفنانه غدير السبتي، فكل الاسئله بتكون عن الضيفه، حلو؟ ان شاء الله. يلا، شنو اول مسلسل شاركت وانشهرت من خلاله الفنانه غدير السبتي؟ كاميليا، ناتاليا، ثريا؟ ممكن ما تساعدينها؟ سكت وتجاوب. ثريا. ثريا، ألف مبروك. لا لا لا، تستاهل. تستاهلين حبيبتي هدية مقدمة من أطياب المرشود، زائد كوبون من كيوب بوند بقيمة 50 دينار لحماية السيارات، زائد كوبون من دكتورة ميسة بقيمة 120 دينار لتنبيت إيش؟ الحواجب ولا الرموش؟ كنترول الذون وايد يضحكونا. المهم انزين، ربحتي هذه الجوائز. الحين معنا صبيحة. صبيحة، صبيحة شلونك؟ هلا. هلا وغلا صبيحة. صبيحة جاهزة حق السؤال؟ اي جاهزة. ابيش تعطيني اربع اعمال من اعمال ضيفتنا الفنانة غدير السبتي. يلا يلا. أنا كلهم جبتهم بس. لحظة لحظة، لا أحد يغشش. لا، كل عمل بجائزة. أعطيني أربعة. تستاهل. ثريا. ثريا. إيه، قولي بعد. خل غدير تساعدك. سعاد عبد الله. أنا ما قلت لك مع منو. شو اسمه؟ مع بعد هودة حسين. لا أنا ما قلت لك مع منو. صبيحة، يلا يلا. أبي أسامي المسلسل. مع هودة حسين. شو اسم المسلسل؟ رمضان اللطاف. نعم. زين. ها؟ صالح. ماذا؟ وات؟ مع هدى حسين. اي ندري. شو اسم المسلسل؟ صبيحه. صالح، ساعدها. اوكي، امنيات بعيده. اوكي، هي قالت مع هدى حسين. صح. ومع سعاد عبد الله ثريا. اوكي، ابي بعد عملين. مع حياة الفهد. بعد بياعت نخي. اوكي. صح. بعد أيوة. واحد، اربعه، عشان اربع جوائز. بياعت نخي ودرب العرايس. اي، درب العرايس. صح، جاوبت. إيه، اربعه. صح صح، برافو. مبروك صبيحه. برافو عليك صبيحه. شنو ربحتي معنا؟ اربع جوائز. كل ما تجاوبون تربحون جوائز كثيره. اطياب المرشود يقدم لك هديه منهم، بالاضافه الى 50 دينار من شركه كيو بوند لحمايه السيارات. ايضا دكتوره شهنده رضوان تقدم لك جلسه فيشل، وايضا شركه الدورة تقدم لك حلويات بقيمه 30 دينار. غدير، هلا اخذي هالاتصال معاش فرح. يلا 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 غدير. مرحبا. هلا والله، شلونك غدير؟ الحمد لله بخير حبيبتي. مبارك ما تبقى من الشهر. علينا وعليك يا رب يتبارك. نلعب بس انا ماني فاهمه. شنو حرفك؟ حرف العين صح؟ اي، تختارين لها حرف وتقولين حق المتابعه حرف. أوكي. وتختار الحرف وهي تجاوب وتسالين هالاسئله. تسالينها السؤال تجاوبك بحرف العين. بحرف العين. ايوه. ايه. اوكي، فهمتي السؤال؟ فهمتي اللعبه؟ اي. فهمتي اللعبه؟ اي اي. يلا. اوكي، راح اعطيك حرف وانا راح اقول لك شيء وانت تقولين لي بس بالحرف نفسه. ايوه. يعني مثلا اعطيها خمس اسئله. حلو. عندك حرف، حرف العين. اي. دولة خليجية اللي بيبا رايحت لها. عمان. صح صح. ولد. عادل. ايوة. بنت. عبير. جماد. ترى هي اللي بتجاوب. عصا. شلون؟ عصا. ما اسمع. عصا. عصا. اي. ايوة. حيوان. عصفور. ايوه. ألف مبروك. نبات. ها، شنو في بعد نبات؟ اللي بالاندلس ياكلونه. عرفج. صح. عرفج الوكل. عنب. نبات. صح صح، يعني عادي هو نبات مش الوكل. على طاري العرفج لازم ما نفوزها. لحظة. يلا قولي لها الجوائز. فزتي معنا بهدية مقدمة من براندات، زائد كوبون من كيوب بوند بخمسين دينار للسيارات، زائد ميك اب من هايلي، زائد باوتشر من بورا بورا. وعليك بألف عافية. ويانا إيمان. إيمان. ألو. هلا إيمان، شلونك؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم، تبارك إن شاء الله. إيمان تبي يقويك عيال غالية. إيمان، تبين سؤال عن غدير السبتي ولا تبين لعبة الحروف ولا تبين لعبة شخصيات مشهورة؟
والله لعبة الحروف بس سهلوها شوية. إن شاء الله أستاذة، إن شاء الله تمرين أمر. بعد شو تبين؟ ترى هذه فقرتي المفضلة بكل البرنامج، أحب الأسئلة والدق على الناس ونسولف معاهم. يلا حرفك حرف الميم، جاهزة؟ جاهزة. بلد؟ موريتانيا. ولد؟ محمد. بنت؟ مريم. جماد؟ جماد. مقطرة. نبات؟ شنو؟ نبات؟ موزة. عاصمة خليجية؟ هو خليجية؟ ايه عاصمة خليجية. عاصمة اللي رايحتها بيبة. ايه صح. مسقط. ايه عليك. لا انا حبيت حماسها، حبيت حماسك. يا انا اسف نسيت اسمك. ايمان، إيمان ربحتي معنا هدية وايد حلوة من شركة براندات، بالإضافة إلى أبليكيشن شي أن يقدم لك كوبون $100 تتسوقين في أحلى الملابس، وأيضا دكتورة ميسة حق الرموش والحواجب تسوي لك جلسات رهيبة مع الدكتورة ميسة. مجربة الدكتورة ميسة؟ أنت ما تحتاجين ما شاء الله. أنت مأذينك على شعرك. إيه شعري. بقول لكم شغلة، قبل فترة الله يرحمه بنفس المسلسل اللي أنا ومشاري البلام الله يرحمه إن شاء الله يا رب، معانا ياهل عمرها 6 سنين. حلو. خلصنا أنا وياها المشهد. إنزين. قعدنا تشات تقول لي خلاص غدير خلصنا شيل لي الباروكة. 6 سنوات يا صالح، 6 سنوات. إيش قلت لها؟ ضحكت أنا، أقول زين يلا تعالي أنت شيليها. والتل التل تقول لي أنت حاطة صام. انت عندك والله كان اللي قلت لها اخر شيء انت خلاص خلصت. خلاص بس هذا اكيد امها قالت لها. لا 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 هي شافت اللاين ما شاء الله احساسها عبالها انه باروكه. غدير شوف ايدانا، اول ايام كنت وايد اتضايق واتنرفز واقول واحلف واكفر واطلع صورني وانا صغيره وعمري 20 سنه وعمري سنتين وعمري 3 سنين، اطلع اقول لهم والله شوفوا ما يعني هذا شعري الحين. لا يعني قبل يومين بالسناب واحدة دازت لي خلاص يا أخي شيل الباروكة قاعد تنرفزني. الله يحفظك إن شاء الله. خلاص يعني صار عندي مناعة. صح صح. معنا الحين جنة. مرحبا يا جنة. ألو شلونك حبيبتي؟ تمام أنا الحمد لله. ممكن أقول حاجة؟ إيه تفضلي. أنا بحبك أوي جنة. حبيبتي تربحينها من غير سؤال. أربحها؟ شكلها وايد فرحانة. أوكي جنى خلاص أنت فايدة. أنا وايد فرحانة. جنى فزتي معانا بهدية مقدمة من أطياب المرشود زائد من شركة الدور للحلويات، حلوياتهم وايد لذيذة بقيمة 30 دينار زائد أيضا بوفيه من دار جاسم ل4 أشخاص هم أكلهم لذيذ زائد باوتشر من بورا بورا. عليك بالعافية. نعم، وايضا حصلتي على كرت بنزين من الفا. لا تستاهل. مع انها هي شنو قالت بحبك قوي قوي، المفروض كنا نسولف معاها لان دائما متصلين من الكويت، فهي اكيد واضح انها من جمهوريه مصر العربيه. تستاهل. ومعنا الحين منو؟ لجين. لجين. الو. هلا لجين، شلونك؟ تمام، شخبارك؟ انا تمام زين. انت كم عمرك لجين؟ أنا عمري 21. العمر كله دائما دانا تقول لي يسأل الأعمار. ليش تسأل عشان أعرف شو أتحاور معاها، عشان أعرف شو أتحاور معاك يا لجين. لجين تبين سؤال عن الله ينعم عليك، أسألك عن غدير السبتي؟ اللي رايحك بس شيء سهل. شيء سهل. الفنانة غدير السبتي هي ممثلة بس هي عندها وظيفة ثانية تداومها من الصبح خمس العصر. ساعات الليل بعد الله يعينها. اي والله ساعات الفير. شنو دكتورة عادة؟ صح صح. دكتورة شنو؟ اي مادة؟ شنو المادة اللي درسها؟ مسرح الفنون عادة. صح صح صح, صح. درس في المعهد العالي للفنون المسرحية. الف مبروك. تخصص تمثيل. الف مبروك. الف مبروك. شنو ربحتي معاي؟ تدري شنو ربحتي ولا لا؟ لا لا قلت الهدايا صالح. لا موجودة موجودة. شوفي ربحتي معنا هدية مقدمة من أطياب المرشود، بالإضافة إلى كيوبوند شركة حماية السيارات تقدم لك 50 دينار تسوين أشياء حق سيارتك، ومونا نيلز تقدم لك أيضا زيارة حق صالونها تسوين كل اللي تبينه بقيمة 50 دينار.
ما سمعنا منو معانا الاتصال. شنو في اتصال؟ لا خلص الوقت. خلصنا الوقت. خلص الوقت. والله ما شاء الله. تخيلين ان احنا بعد عدينا الوقت. بسرعه. لا احنا كم مره نطالب حلقات ساعه ونص؟ نبي نسولف، نبي نسال، نبي نلعب. انا ماشي بعد الغدير السبتي اليوم. حبيبي خليني يلا احس انه كذي الوقت. دائما الاوقات الحلوه تخلص كذي. احنا جدا استمتعنا بوجودك. انا بعد والله استمتعت وايد معاكم. بس انا بعرف شغله، ليش مو موجوده في رمضان كل هالنجوميه والنجاح وهالاداء؟ ليش بس عمل واحد ضيفه شرف؟ ما صار. ما صار. والعمل الواحد ضيفه شرف عن 30 حلقه صح، اللي انا قدمته بخمس مشاهد عن 30 حلقه صح، فكذي يعني ارضيت غروري. نعم. مشاهد صدق يعني لما شفتها ولما شفت ردود افعال الناس ولما شفت الناس قاعد تدق شلون تتكلم على المشاهد قلت ثانك يو الحمد لله. ممتنين لوجودك، ممتنين لحضورك، نورتينا واسعدتينا. واليوم انا بالنسبه لي وجودك اضافه لي بمسيرتي بالتقديم. حبيبتي يعني والله دانا بقول لك شغله جميله جدا انت كمذيعه، وايد تجننين. شكرا. عندك روح وعندك حضور وما شاء الله يعني ما تخافي من الكاميرا وهذا شيء وايد يجنن. الحمد لله. عندك هذه التلقائيه يعني تجنن. وبعدين يعني ما ننسى بعد حرام صالح. عارف عارف. انا 100% ان اكيد يعني ساعدش لان صالح وايد يساعد الناس. مليون بالميه. مليون بالميه. صالح شخصيه جميله جدا. الله يسلمكم ما قصرتوا. اخر شيء شنو مكتوب مني؟ الدنيا مره. ليش مره؟ مو مره يعني؟ هذا تحليل بعدين اقول لك اياه. شكرا لضيفتنا النجمه الجميله. انت تشوفين الدنيا مره ولا نقطه تهبل وحلوه وشحلاتها صح. الدنيا مره ولازم نعيشها كل حالاتها. كل حالاتها صحيح. هذه كانت حلقتنا مع النجمه الكويتيه الاستاذه، استاذه بفنها باخلاقها بحقها بحبها للناس ما ترضى بالغلط. انا جدا ودانا استمتعنا بوجود غدير السبتي من خلال وياكم حلقتنا اليوم 13 من احلى الحلقات. شكرا. راح نشوفكم باكر انا ودانا في وياكم وضيف جديد وحلقه جديده ان شاء الله. ان شاء الله. تصبحون على خير.